حلقتنا النهاردة عن الرضع المكفوفين. نزلنا الشارع بعد ما خلصنا الاستوديو عشان نيجي مدرسة النور للمكفوفين. النور للمكفوفين، ناس كتيرة قوي ممكن ما تكونش بتشوف، لكن من جواهم قادر يشوف وقادرين يتكيفوا وقادرين يعيشوا. عندهم إرادة، عندهم تحدي، عندهم عزيمة إنهم يتعلموا ويبقوا حاجة في المجتمع. اللي يفتكر ان واحد عنده ظروف خاصه او ذو احتياجات خاصه ان هو مش قادر يمشي ولا قادر يتحرك ولا قادر يشوف ولا قادر يتعامل اصلا مع الحياه يبقى غلط. يجي يشوف او يجي يشوف اللي احنا هنشوفه، لكن احنا هنقرب شويه المسافه عليه، هننزل نخش المدرسه ونشوف بيتعاملوا ازاي ونشوف كمان المواهب اللي عندهم ونسمع من اولياء الامور. يلا بينا نشوف ونرجع لكم تاني. الكمانجة من أصعب الآلات اللي ممكن تعزف عليها وأنت سليم، مفيش أي حاجة في جسمك أو ما بتعانيش من أي حاجة، لكن لما بيكون عندك شيء خاص أو أنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بتفرق شوية، بالذات لو كفيف. يمكن عبد الله معانا وإحنا شفنا عزفه عامل إزاي وما شاء الله عليه، ولسه من تقدم لتقدم. عبد الله عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام، كله بخير، يعني وشه بشوش كده ودايما قاعد بيهزر وبيضحك، فإحنا يعني حابين أول لقاء مع عبد الله. عبد الله قول لي، أنت بتعزف كمانجة من إمتى؟ انا بعزف كمانجة من ابتدائي. كنت بتعلم في مكان زي ما قلت لحضرتك تبع برضو ذوي الاحتياجات الخاصه، بس انا يعني انا سبت الكمانجة فتره ورجعت لها تاني عشان يعني سبت المكان وما كانش عندي كمانجة. فانا لما قدرت ان انا اشتري كمانجة وربنا يعني ربنا ساعدني بالاول بمساعده ربنا جبت الكمانجة، ويعني اهلك هم اللي ساعدوك وهم اللي ادوك الفلوس عشان تجيب واحده. وجبت كمانجة وبعزف عليها الحمد لله، يعني مع نفسي بقعد ادندن كده مع نفسي في البيت. ومكونين فريق انا واصحابي كده اسمه ساني تيم. يعني بنعزف كده، بنتقابل كل سبت وبنعزف برضو. طب معلش يعني كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي هتقول هو ازاي عبد الله اتعلم الكمانجة؟ انت نظرك ضعيف يا عبد الله؟ هو انا نظري، انا اصلا مولود نظري ضعيف. تمام. انا نظري كده من صغري. بس فبالمناسبه كمان الفريق بتاعنا كله مكفوف فيه، يعني كله ذوي الاحتياجات الخاصه. حلو. فيعني ربنا قدرني وان انا جبت كمانجة. اتعلمتها ازاي؟ اتعلمتها ازاي؟ انا اتعلمتها اصلا اخدت البدايات بتاعتها في المكان اللي انا كنت فيه ده. حلو. بدايه يعني ازاي ان انا امسك كمانجة على السمع والحركه، وابتديت ان انا مع نفسي يعني بمجهودي انا ابتديت ان انا اطلع عليها الحاجات دي. طيب خلينا نتكلم عن رعايه المكفوفين ورعايه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يمكن عندهم اعاقه شويه في النظر، اللي نظره ضعف او النظر مش موجود خالص. واخدين رعايه كويسه في المدرسه، لان احنا زي ما احنا عارفين ان المدرسه دي هي الوحيده تقريبا اللي موجوده في الجيزه. هي المدرسه دي الموجوده الوحيده في الجيزه، هي مدرسه الصراحه يعني رغم انها صغيره بس فيها يعني انشطه متعدده، برده فيها تربيه فنيه، فيها يعني مواهب كتير برضو، يعني مش انا بس اللي هنا. في رعايه من الاخر، رعايه في رعايه في رعايه، الرعايه كويسه هنا بالنسبه لنا. مفيش مشاكل، مش محتاجين حاجه؟ لا الحمد لله تمام كله، يعني متاكد الحمد لله. يعني لو اتكيت عليك كمان شويه ده هيحصل. لا براحه لا بيكل. لا بجد يعني في مشاكل مثلا بتحصل لك، حد قله اهتمام شويه او انت محتاج حاجه تزيد في المدرسه؟ هو رعايه كويسه. هو اقول لحضرتك على حاجه، يمكن انا اللي مش بحس بالرعايه دي، اللي ممكن يحس بيها يعني الاطفال الصغيرين هم اللي بيبقوا محتاجين رعايه اكتر مني، لاني انا بعرف اعتمد على نفسي، بروح واجي لوحدي وبعتمد على نفسي، لكن الاطفال اللي طالعين هم اللي يعني من حقهم الرعايه تبقى افضل مني انا. فاهم قصدي؟ لو قدامك دلوقتي مسؤول كبير في البلد وقال لك اطلب طلبين لحالتك الخاصة والمشابهة، يعني هتطلب ايه؟ لحالتي الخاصة؟ أول طلب لحالتي الخاصة أو عامة يعني اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، الشغل. أو أول حاجة الشغل.
وتاني حاجه اللي هي العيشه الكريمه يعني. مثلا عبد الله بجد انا متشكر جدا لوجودك معايا ومبسوط جدا بيك، وان شاء الله باذن الله اشوفك في يوم من الايام موسيقار كبير جدا، ونقدر ان احنا نسمع بقى المعزوفات الخاصه بيك سواء في الوطن العربي او عالميا. شكرا. لسه زي عبد الله في اكتر ناس طبعا، وفي شباب كتير هنعمل معاهم لقاءات تانية، لكن خليكم معنا لسه في فرصه.